حدثنا بشر بن خالد اخبرنا محمد عن شعبه عن سليمان عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من كن فيه كان منافقا او كانت فيه خصله من اربعه كانت فيه خصله من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر